نكمل تطبيقات الواي فاي موجل مع المايكرو كنترولر. انتهينا من التطبيق الثاني، الحين نشوف التطبيق الثالث. عندي في البداية طبعا هذا كله نفس الكود اللي قبله، لكن الاختلاف راح يكون عندي هنا متغيرات ومصفوفات. عندي أول شيء مصفوفة راح أخزن فيها ascending command، طبعا راح نتكلم عن هذا الشيء لاحقا. هذا راح أخزن فيها ascending command لأن ascend command راح أرسل فيه الأمر وراح أرسل معه قيم، يعني مثلا AT plus CIP send يساوي ال connection number والبيانات، فهذا كله راح أجمعه وأحطه هنا. بعدين عندي هذا راح أخزن فيه ال close command. نحن لاحظنا بعد أمر الإرسال لابد إني أسوي close لل connection عشان يتم استقبال البيانات في الويب براوزر. بعدين عندي هذا راح أخزن فيه ال connection ID. احنا قلنا كل ريكوست يجيني لابد ان يكون في كونكشن اي دي، فانا لابد اني اخذ الكونكشن اي دي بحيث اني اعرف رقم الاتصال. وعندي هنا هو سايز داتا، هذا راح اخزن فيه السايز حق التكست، يعني اي تكست ابي ارسله راح اخزن السايز هنا. طبعا هذا راح يخزن لي الانتجر نمبر، لان اذا استخدمت يعني اذا خليت السايز حق التكست راح يجيني انتجر. وهنا عندي راح اخزن في سايز تكست، يعني هذا التكست، لان لما نبي نرسل الواي فاي موجل نبي نرسل تكست ما نقدر نرسل انتجر، لابد ان نحوله الى نص، يعني نحول هذه القيمه اللي موجوده هنا الى نص نرسله. وهنا عندي هذا بيخزن لي الكاونتر. راح طبعا التطبيق راح يكون بسيط جدا، اني راح اول شيء برسل ريكوست للواي فاي موجل، بعدين راح كل مره راح يرسل لي من المايكرو كنترولر عداد، راح يعد عندي العداد ويرسل لي في صفحه ال HTML، وكل مره راح يكون عندي اوتوماتيك ريفرش. المايكرو كنترولر راح يرسل ريفرش للويب بيج عشان يسوي ابديت ويحصل القيمه الجديده للكاونتر. فأول شيء قبل ما نشرح الكود نشوف التطبيق. نسوي أبلود الكود للمايكرو كنترولر ونتأكد من التوصيلات. هنجي نفتح برنامج الباتي عشان نشوف التطبيق. طبعا هنا عندي يعني قال لي فيل، لم يتم توصيل الواي فاي موجل بالشبكة، لأن عندي النتورك نيم يختلف عن النتورك نيم اللي موجود عندي هنا، وأيضا الباسورد يختلف، فلابد اني اجي هنا اغير. عندي هنا النتورك نيم اللي طبعا نشبك نفس الواي فاي المشبوك فيه اللابتوب، سمير دوت اس تي سي. بعدين كلمة السر، كذا نرسل نحمل كود مايكرو كنترولر من جديد بعد التعديل. هنا ريسيت ريدي،
كده اوكي كونكتد، كده سويت سيرفر والبورت 80، كده عندي شابك بالراوتر المنزل اللي عندي. ونيجي نشوف الاي بي كم، نفتح المتصفح عند الستيشن اي بي، كوبي نضغط انتر، نتأكد هنا جاني البلس اي بي دي، هنا عندي الكونتر فاليو يساوي 515، الحين بيسوي اوتوماتيك ريفرش. تغيرت القيمة، هنا عندي ايضا لاحظ ان القيمة تغير. هنا نشوف كيف يتم تبادل البيانات، وهنا يجي عندي الناتج. طبعا لو تلاحظون ان الكونتر عندي تغير بشكل سريع جدا، لان ما حطيت ديلي، ف يتغير عندي يعني بشكل سريع جدا. شفت الحين يعني العدد نزل عندي، تلاحظون هنا الحين بينتظر 10 ثواني عندي اول ما يجيني ريكوست كونكشن اي دي 0، عدد البيانات 94، وهذه البيانات اللي كود اتش تي ام ال. هنا عندي راح يجيني 869 نفسه. يعني اقدر اوصل اي شيء حساس واقرا درجة الحرارة كل فترة. فهذا عندي التطبيق. نجي نشرح الكود. طبعا تكلمنا عن المتغيرات اللي هنا، هنا زي ما قلت انه راح اخزن الكاونتر اللي هو الانتجر نمبر كل في كل مره، وهنا راح اخزن التكست، لان اي شيء نرسله لابد انه يكون تكست، سواء انا بعرضه في ال LCD شاشه ال LCD او في الويب براوزر. وهنا عندي كونستانت كاركتر اري، هذا راح يكون عندي اللي فيرست بارت. طبعا راح اقسم صفحة الويب اللي راح ارسلها، راح يتم تقسيمه بحيث انه يكون عندي فيرست بارت. لو فيرست بارت هذا ثابت ما راح يتغير، هذا عندي الفيرست بارت اللي هو ثابت ما راح يتغير، راح يكون عندي اول شيء هذه التعليمة اللي راح تخلي صفحة كل في كل 10 ثانية راح يسوي ريفرش. هذه تعليمة HTML، هذه في البداية حطها في الهيدر. اوكي، بعدين عندي هنا بداية كود ال HTML، هنا عندي البادي، داخل البادي وش راح احط؟ هيدر 1، هيدر 1 راح اكتب فيه كاونتر فاليو يساوي، راح اوقف هنا لان بعد اللي يساوي هذه قيمة راح احصل عليها من الكاونتر اللي راح يزيد المايكرو كنترولر. وهنا عندي لاست بارت، طبعا هنا راح ادمج الكونتر فاليو، راح احوله الى التكست وادمجه هنا، وبعدين راح اكمل صفحة ال HTML. هنا راح يكون عندي نهاية الهيدر، طبعا هنا بداية الهيدر، كده بدأ عندي الهيدر، بعدين بيعرض لي هذا رسالة الكونتر فاليو يساوي، بعدين هذه نهاية الهيدر ونهاية البادي ونهاية ال HTML. فلو نجي نشغل نفتح المتصفح من جديد،
عشان نشوف ده الكلام. طبعا لو تلاحظون counter value يساوي بعدين هذا القيمة راح ادمجها لهذا الجزء اللي هي ال counter text، وبعدها راح اكمل التعليمات، راح اسكر الهيدر وبقية تعليمات زي البادي وال HTML، لان المشكلة ان ال counter بيتغير عندي باستمرار، فما اقدر احطه في ال constant، هذا constant ثابت ما يتغير، فانا حطيت ال constant first part، بعدين راح ادمج ال second part اللي هو ال counter value، بعدين راح اسوي ال last part اللي هو الجزء الاخير. هنا عندي دالة ل get counter value، راح نشرحها تحت. بعدين بقية الكود بيكون نفسه. هذا نفسه. فنيجي ننزل للمين فانكشن. عندي هنا المين فانكشن. هنا عندي في الـ configuration طبعا نفسه، ما في تغيير عندي. نيجي نتأكد. نفس الـ config. نيجي نرجع المين فانكشن، عندي الواي فاي كونفيج، طبعا نتأكد ان عندي المالتيبل كونكشن. هنا عندي سي اي بي ماكس يساوي الواحد، مالتيبل كونكشن، بعدين هذا نفسه ما في تغيير. سويت السيرفر 80 بلس اي بي سيرفر يساوي واحد، بعدين ارسلت البورت نمبر. نرجع المين فانكشن، بعد هنا عندي اللي هو تشيك ويب بيج ريكويست، هذا اللي جاني طلب اللي هو قلنا بدايته بيكون بلس اي بي دي. ايش راح اسوي؟ شوف الفانكشن هذه تشيك ويب بيج ريكويست اف داتا ريدي، واذا تم العثور على البلس اي بي دي ننتظر 500 ملي سكند، بعدين نسوي نفس الدالة اللي تكلمنا عنها اللي هي find get string، نرسل البافر ونحصل على connection ID. كنا هذا بنخزن فيه connection ID. بعدين عندي size data، وش يساوي؟ يساوي get size data. فنيجي نشوف الفانكشن. هنا عندي هذا راح ترجع لي قيمة بطول 16 بت unsigned int get size data. هنا عندي متحول يساوي أول شيء string length web page text 1، هذا راح يخزن لي. طبعا الفكرة وش إني أبي اخزن في ابى اخلي هذه الداله ترجع لي طول التكست اللي راح ارسله. طبعا جميع صفحات الويب الفيرست بارت، البارت الاول والثاني اللي هو قلنا بيكون كاونتر تكست، والثالث اللي هو نهايه اتش تي ام ال كود. فاول شيء عندي السايز وش يساوي؟ سترينج لينث يعني طول الكاركترات اللي موجوده عندي هنا فيرست بارت. بعدين قلنا عندي السكند بارت قلنا السكند بارت راح يكون اللي هو الكاونتر فاليو اللي راح اخزن قيمته. طبعا هذا الكاونتر فاليو المحول الى نص. لو نيجي نشوف هذه الداله اللي هي جيت كاونتر فاليو، ايش راح تسوي؟ اول شيء راح يتاكد ان القيمه عندي اقل من 1000، اذا كان اقل من 1000 يزيده، else راح يصفره، بعدين word to str راح يحول قيمه الكاونتر الى نص. بعدين الترم وش راح يسوي؟ راح يحذف الليدن بلانكس، لان عندي اول ما اعرض القيمه مثلا نفترض ان القيمه
500، فقبله راح يكون عندي هنا سبيس، راح يكون عندي سبيس في شاشة ال LCD او اذا كنت برسل للويب بيج. فانا راح امسح الليدين بلانكس واخلي القيمة زي ما هي، فبسوي الترم، راح احط الكاونتر تكست بعد ما احوله لنص، اسوي الترم الكاونتر تكست. هذا باختصار عمل الجيت كاونتر فاليو. نرجع لنفس الدالة، فكذا انا عندي السايز حق الفيرست بارت، بعدين سايز داتا ايضا بلس يساوي، يعني اجمع القيمة الحالية اللي هي الفيرست بارت، قيمة الفيرست بارت لينث، يضيف له السترينج لينث اوف كاونتر فاليو اللي هو السكند بارت، بعدين ايضا سايز داتا يساوي، يجمع القيمة الحالية اللي موجودة اللي هي جمع قيمة الفيرست بارت سكند بارت، بعدين بلس يساوي الثيرد بارت اللي هي سترينج لينث ويب بيج تكست 2 اللي هو قلنا لاست بارت، اللي هو بيكون تكملة الهيدر والبادي والاتش تي ام ال. فلو نرجع عندي لل تشيك ويب بيج ريكوست، فانا عندي هذه وظيفة السايز داتا، كذا بيجيني سايز داتا انتجر. اوكي، بعدين هنا وش اسوي؟ جيت سندنج كوماند، من خلال هذه الدالة ارسل الكونكشن اي دي اللي حصلناه من هنا، من خلال الفايند جيت سترينج راح ارسل الكونكشن اي دي، راح ارسل السايز داتا اللي حصلنا عليه من جيت سايز داتا، بعدين راح ارسل السندنج كوماند اللي قلنا راح نخزن فيه امر الارسال. هذا عندي زي ما قلنا في البدايه راح نخزن فيه السندنج كوماند، وراح يكون عندي الكلوز كوماند وهذا الكونكشن اي دي، هنا عندي السايز داتا، وهنا عندي الكاونتر، هنا الكاونتر تكست. فهنا عندي هذه الداله راح تستقبل اول شيء الكونكشن اي دي، لان اول ما نبي نرسل اي امر قلنا لازم نحط اي تي بلس سي اي بي سند بهذه الطريقه، اي تي بلس عفوا سي اي بي سند يساوي كونكشن اي دي فاصله طول البيانات اللي برسلها، وليكن مثلا 100 مثلا. اوكي، فهذا عندي الكونكشن اي دي راح احصله هنا من خلال هذه الداله، وطول البيانات get size data. بعدين اذا عندي ال connection id وال size data راح احطه هنا وارسل الامر اللي هو at plus cip send. فنجي نشوف هذه الدالة، هذه الدالة راح تستقبل ثلاث بارامترات، اول شيء ال connection id، بعدين size data، بعدين المصفوفة اللي راح اخزن فيها الامر. عندي هنا send data size، هذه مصفوفة داخل الدالة راح اسوي فيها البروسيس، اول شيء راح تحول لي send data size، لان قلنا نحن الدالة اللي هي get size راح ترجع لي الانتجر، لو نيجي نشوف تحت هنا راح ترجع لي الانتجر. اوكي، return size data اللي هو بيكون انتجر ولازم احوله لنص. فهنا عندي اللي هو بيجيني هنا اللي هو السكند بارامتر للدالة، راح احوله الى نص واخزنه هنا، قلنا هذه المصفوفة راح اخزن فيها السايز المحول الى نص، بعدين الترم اللي هو راح يحذف لي الليدين بلانكس للسايز داتا. بعدين عندي خلاص كذا البيانات جاهزة، راح استخدم السترينج كوبي فانكشن. هذه ايش راح تسوي لي؟ طبعا قلنا هنا راح نخزن سندنج كوماند، sending command بعدين فاصلة at plus cip send، قلنا الأمر at plus cip send وش يساوي؟ connection id فاصلة size data، هذا كله لازم نجمعه ونحطه في متحول واحد اللي هو sending command عشان نرسله مرة واحدة. فعندي ال string copy تسمح لي إني أحط مصفوفة هنا وأكتب ال string اللي بسوي copy. أول شيء بنرسل نحن بداية الأمر at plus cip send يساوي، هذا ثابت عندي ما يتغير. بعدين عندي string concatenate او string cat، هذه راح تضيف لي اي شيء احطه للاري، يعني مثلا هنا خزنت at plus cip send
يعني هذا ال sending command عندي وش يساوي؟ هذا الأمر اللي هو at plus cib send، ولكن أنا بكمل بحط ال connection id، بأدمج ال connection id بعدين فاصلة size. عندي string cat في sending command ضيف لي ال connection id، بيضيف لي ال connection id مثلا وليكن صفر مثلا. بعدين أيضا string cat راح يضيف لي الفاصلة، راح يضيف الفاصلة. بعدين آخر شيء string cat للsending command راح يضيف السايز وليكن مثلا 100. كذا اكتمل عندي الأمر في السندنج كوماند. نرجع لل function. عندي هنا كنا أرسلنا ال connection id وأرسلنا ال size، وهذا ال sending command اللي راح أخزن فيه الأمر. فكذا خلاص، فهذا المصفوفة راح يكون عندي sending command. وش راح أسوي؟ UART write at send command، كذا راح أرسل أمر الإرسال، يعني راح أعلم الواي فاي موجل إني بأرسل للشانل مثلا 0 عدد بيانات مثلا 100 كاركتر. بعدين انتظر اشوف لازم يجيني ريسبونس. اذا جاني ريسبونس يعني ان كذا يمديني ارسل، اقدر ارسل بيانات. يعني لازم ارسل امر الارسال ويوافق لي اللي هو يجيني ريسبونس من الواي فاي موجل من بامكاني ارسل. بعدين نسوي ريست البفر، بعدين نرسل البيانات. طبعا اول شيء بيكون عندنا constant اللي هو first part قلنا ما راح يتغير، هذا بيكون constant، هذا راح يكون عندي هذا first part constant، وهذا عندي constant ايضا second part هذا constant. اما الكاونتر راح يكون متغير، فعندي هنا UART write data const، قلنا هذا راح ترسل لي الكونستنت first part، هذا راح يرسل لي الفيرست بارت. بعدين UART write data، طبعا لو تلاحظون ما استخدمت هذه الدالة، استخدمت UART write data مو الكونستنت. هذا الكاونتر تكست، الكاونتر تكست قلنا اللي بيكون فيه الكاونتر محول الى نص، راح يتغير باستمرار. وهنا عندي UART write data constant second part، بعدين new line. كذا خلصت ارسلت البيانات، عندي new line، بعدين انتظر واشوف الريسبونس. بعدين عندي اسوي ريست للبفر. بعدين عندي string copy، قلنا هذه الدالة راح تخزن لي في هذه المصفوفة النص اللي موجود على اليمين. يعني مثلا هنا عندي at plus cip close يساوي بعدين string cat concatenate راح يضيف لي ال connection id. ال connection id طبعا بيكون مخزن هنا، نحن ما نبغى نكتب مثلا ال connection id يساوي 0، نحن ما نعرف، يمكن ال request اول ما جاني كان ال connection id 4 او 3، فنحن نعتمد على ال connection id اللي جاني من ال find get string اللي قلنا بيخزنها لي هنا. فعندي هنا راح يضيف لي ال connection id، بعدين كذا بيكون عندي امر ال close جاهز، ارسله at UART write at close command، بعدين انتظر لين ما يجيني response. بعدين memset راح اصفر ال connection id، memset قلنا راح تصفر لي او تحط لي اي قيمه في مصفوفه. هنا عندي ال connection id 0، راح اصفر جميع العناصر اللي هي عددها 6. لو نجي نشوف عدد مصفوفه ال connection id هي 6. او نقدر نريح بالنا ونحط مثلا strlen اللي قلنا بترجع لي، اللي قلنا بترجع لي السايز حق اي تكست، نحط connection id هنا. اوكي نقدر نسوي هذا الشيء، ولكن انا قلت ده منه بيكون عندي ثابت 6، حط 6. وهنا عندي بعدين الريست بفر،
طبعا هذا الكود عندي بسيط جدا. نيجي نشوف اذا في اوامر ما شرحناها. نيجي من بداية الكود، طبعا تكلمنا عن الاوامر والمتغيرات، تكلمنا عن الكود ال HTML وهذه الدالة اللي تلاحظون حطيتها هنا، عرفت لي get counter value عشان اقدر استدعيه من اي مكان. هنا عندي هذا تكلمنا عنه. معظم الأشياء الموجودة هنا نفس شرحناها. طبعا تكلمنا عن get sending command function، وهنا عندي هذه الدالة اللي get size، هنا ال web page request، بعدين عندي get counter value، بس هذه هنا عندي main function.